بعد ما هنشوف موضوع ابو براء تحديدا، هو ان احنا بقى نشوف قضيه العائدين من سوريا نعمل فيها ايه، او قضيه الذين سافروا الى سوريا والى العراق وعملوا مع تنظيمات داعش، وبعضهم يعني اما انه عاوز يرجع بشكل ينفصل فيه عن الجماعات الإرهابية، أو أنه عاوز يرجع علشان ينفذ تعليمات هذه الجماعات الإرهابية في مصر. تعالوا نشوف أولا لما ذهبنا إلى كفر الشيخ علشان نسأل عن أبو البراء اللي نفذ عملية طنطا. رغم عدم وجود ما يثبت بشكل قاطع ورسمي هوية منفذ تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا، صرح تنظيم داعش الإرهابي بكنية منفذ الهجوم أبو البراء المصري. كاميرا العاشرة مساء توجهت إلى مسقط رأس أبو البراء المذكور، والتقينا عائلته وأصدقائه بكفر الشيخ. هو الأول حاجة قال لنا أنا رايح أعمل خدمة حجاج ديت، وبعدها بشهر ولا حاجة قالنا انا انضحك عليا وانا مش عارف ايه وانا في سوريا. ندمان بقى على اللي تعمل فيه، هو اللي تعمل فيه وخلاص، كل واحد باخد نصيبه، بس هو يقول لي ده نصيبي، هو ندمان. بس ما هو اخويا عمره ما يعمل العمل الاسود ده، يعني اخويا عمره ما يعمله. طب واخر مكالمه كانت امتى وكان تفاصيلها؟ يوم الجمعه، يوم الجمعه العدد دي. طيب وكان تفاصيل المكالمه ايه؟ هو دي عيالي عاملين ايه وكده، وخلي بالكم من عيالي والكلام ده. اقسم بالله اخويا عايش ومش هو دي خالص، يعني اللي انضحك عليه وسافر مع الجماعه دول بس. ما هي واحد ممكن ينضحك عليه عادي، هو عارف، هو نادي وعارف غلطه، بس هيعمل ايه بده؟ واخدين جوازه، اللي يروح مع الناس دي يعرف يمشي تاني. انا ما حدش طلب مني اعمل تحليل، ما حدش طلب مني تحليل ولا حد طلب مني حاجه. اشرف ابن عمي سافر سوريا من 2013، واخر مكالمه زي ما قال ابو محمد الجمعه اللي فاتت، كلم مراته والحمد لله لا جه مصر ولا فجر ولا عمل حاجه. هو مش شغال، هو راح هناك اتغرر بيه على اساس انه قالوا له هتروح تجاهد او حاجه زي كده، وطبعا اتغرر بيه وراح هناك اتورط. طيب يعني انتوا معاكم رقم تليفون ليه؟ يعني ممكن بتتواصلوا عادي معاه؟ لا ما معناش رقم تليفون ليه، هو بيتصل، هو من هناك، ما حدش بيتصل بيه من هنا. ما فيش اي استدعاء جالكم من شرطه او نيابه؟ لا، الكلام ده حصل من اكتر من سنتين ثلاثه، ورحنا هناك لمديريه الامن وقلنا اللي حصل، انه سافر على اساس انه رايح خدمه حجاج، وتفاجئنا بيه موجود في سوريا. هو ولاده اعمارهم قد ايه؟ واحد عنده 10 سنين والثانيه 8، وبراء 3 ولا 4 سنين. هو مشهور بابو براء؟ هو ابو اسمه ابو رجب، هو ابو رجب، بس ابو براء ديت يعني اسمه ايه؟ ساب براء صغير ومن حبه يعني ما قعدش معاه، فكانوا قعدنا نقول له براء براء براء، قاعد يقول ابو براء. راجل محترم جدا وملتزم بالصلاه ومن عمله للجامع لبيته. الله اعلم، بس اللي انا اعرفه اللي هو انسان طيب، يعني هو مش بتاع الكلام ده. راجل محترم واهله ناس محترمه والبلد كلها تعرف ان هو محترم يعني. مع العربيه بتاعته كنت شغال معاه وعلمني السواقه، وراجل محترم في اي حاجه. مدرسه من طفوله يعني لحد ما خلصنا الدبلوم، كنا حتى شغال مع بعضنا في القاهره، قعدنا كام سنه شغال مع بعض وما سيبناش بعض لحد ما تقريبا مسافر يعني. اخبار اتقطعت من 4 سنين، اختفى اخبار اتقطعت يعني. احنا ما شفناهوش من زمان، هو بقى له كام سنه بره من ليبيا، من ليبيا راح بيقولوا في داعش، ما نعرفوش هو فين اصلا، ولا مراته ولا هم يعرفوا هم فين. اهله رامينه من زمان، لان هو طول عمره اصلا كان فاشل كده وطالع، وكان حرام وكان بيت 99. اشرف هو من البلد بس من حوالي 5 6 سنين 10 سنين طفش وراح سوريا، ما نعرفش عنه حاجه ولا اهله يعرفوا عنه حاجه. وانت حاسس فيه بميول مثلا ان هو ممكن حد يجنده وممكن يشتغل مع اي جماعات؟ ممكن يتجند، عشان هو بقاله فتره، ما انا بقالي 10 سنين ما شفتوش. انا اعرفش حاجه. طبعا هنا القضية يا جماعة هيبقى عندنا طبعا المعلومات اللي هي اللي كانت كمان متعلقة بأبو البراء المصري، انه من قرية أبو طب لكفر الشيخ
هو مواليد 13/12/1974، دبلوم ثانوي صناعي، سائق، سافر لليبيا ولبنان، متزوج وله 3 أطفال، ودخل إلى سوريا في 15/8/2013. دي المعلومات المتوفرة. طبعا هنا